عايز يمشي هيمشي ويروح يسافر في حته بره مصر يعني، محدش. طب هل انت بالفعل بتفكر في الاحتراف لو استمر التوقف؟ لو مفيش دوري مش انا، مصر كلها تفكر في الاحتراف مش انا لوحدي. بيفكروا فيه عشان بيوتهم مفتوحه ورزقهم طبعا اتقطع، فهيشوفوا اي مكان الدنيا ماشيه فيها، يلاقوا فيه درجه ثانيه درجه ثالثه، فاكيد هيشوفوا. بس طبيعي ان الدوري لو ما تلعبش السنه دي اي حد هيجي له عروض هيمشي، يعني سواء عرض حلو او مش كويس هيمشي، هيعمل ايه؟ بس الطبيعي بتاع الدنيا ان الدوري يرجع، ما فيش حاجه اسمها بلد محترم وبلد عظيمه ما فيهاش دوري يعني. هو ده الطبيعي وده المنطقي، انت طالما ما فيش دوري النهارده هتقعد الناس ليه؟ لان الانديه مش الانديه هتدي مقابل اللعيبه على ايه؟ يعني احنا حتى كمان دلوقتي احنا هنا مستحقات احنا مكسوفين نطلبها، ايه المشكله؟ ما فيش مشاكل. وعموما ان شاء الله احنا كلنا بنطالب بعوده الدوري، والدوري هيرجع بامر الله ان شاء الله، هيرجع لا محاله. لكن هو لعيب ينزل ممتاز بين المشكله، ما فيش اي مشاكل، حافظ على فورمته، يكون عنده مصاريف تساعده. المشكله من الممتاز، خلي بالك في فرق شركات قادره وعندها امكانيات ماليه، وبعدين ما احنا كل النجوم الكبار اتاخدوا منين الفنديه الكبيره؟ من الممتاز بيه، فرق قويه ودوري قوي وفي شركات تملك المال.